أعتقد المشاهد العزيز قدامي دلوقتي شايف معايا صورة يتوسطها السيد المسيح، وعلى جانب الصورة طيب الذكر المتنيح البابا شنودة الثالث، وفي الجهة الأخرى من الصورة كرسي ماري مرقس ينادي على البابا 118. يا ترى مين هو البابا 118؟ أكيد ربنا مختاره. إحنا قدام خمسة، ربنا عارف هو عايز مين. إنما كان لازم المشاهد كمان يتعرف على الخمسة، علشان لما ربنا يختار واحد منهم يقول فعلا كنا حاسين يا رب أنت هتختار ده. أحبائي، لقاءنا الثاني النهارده اللقاء مع عقلية مفكرة، ولكن أيضا يحمل مشاعر ومواهب فنان. إنما في الحقيقة أنا لما أشوفه على طول أحس بالتلمذة. التلمذة، لما أقول تلمذة، التلمذة إما على كتاب أو على أشخاص. والشخصية الفريدة اللي هنتقابل معاها النهاردة تتلمذت واهتمت بالتلمذة سواء على الكتاب أو على الأشخاص. على الكتاب بتميز، أنهى دراسته في الثانوية العامة وحصل على بكالوريوس الصيدلة. إنما ده الكتاب العلمي، هو خادم ويحتاج أن ينمي معرفته الدينية أيضا، فكان لابد من التلمذة. فبمجرد الانتهاء من دراسته في الصيدلة يتلمذ على الإكليريكية في اسكندرية، ولكن بإضافة لخدمة كان لابد أن يعمل. ولم يكتفي بدراسته على مستوى الصيدلة، إنما كان لابد له بسبب محبته للتلمذة أن يستمر في الدراسة لتنمية قدراته في مجال العمل. عشان كده ضيفنا النهاردة في اللحظة دي اهتم لتنمية قدراته المعرفية في مجال عمله، فحصل سنة 85 على زمالة هيئة الصحة العالمية من إنجلترا. ولكن ربنا اختار الخدمة أوسع، برتبة أعلى، برضو يهتم بالتلمذة، يهتم بالمعرفة، يهتم بالدراسة، يهتم بتطوير إمكانياته المعرفية اللي ممكن تفيده في مجال خدمته. وما أقل من يفعل هذا، لأن دوامة الخدمة بتسحبنا بسبب كثرة انشغالاتنا في الخدمة. ينتقل من مصر إلى أقصى الشرق إلى سنغافورة عشان يستكمل دراسة في التعليم المسيحي والإدارة، وكان هذا سنة 99، ولكنه قد سبق وسيم أسقفا سنة 97. التلمذة على الكتاب والتلمذة على الأشخاص. اسمحوا لي أقول أن ضيفنا اللي هيدفع علينا بفكره في هذا اللقاء، وأنا متأكد من هذا، يضيف إلينا معرفة، يندر أن تتكرر هذه الحالة. رغم أن مولده في المنصورة، إنما نشأته في دمنهور، فكانت خدمته كخادم وشاب في دمنهور، وبعد رهبانته استمرت خدمته كراهب في دمنهور، وبعد صيامته أسقفا، وحتى هذه اللحظة استمرت خدمته في دمنهور. معنى أن خدمته ممتدة من الشاب إلى الراهب إلى الأسقف في دمنهور، يعني معناها تلمذة على شخصية فريدة في الكنيسة في هذا العصر، هو شخصية نيافة الأنبا بخوميوس القائم مقام. باسمكم نرحب بنيافة الأنبا تودروس. أهلا سيدنا، وباركتنا، شرفتنا. تعيش يا سيدنا، متشكر على الكلام الجميل ده. العفو سيدنا، العفو. احنا
شرف لينا ان احنا نكون مع نيافتك. وانا سعيد قوي ان نيافتك تبقى معانا على الهوا النهارده، لان من اهم مميزات نيافه الانبا تودروس ان يعمل في انكار ذات رغم امكانياته العاليه جدا، ان يعمل في صمت رغم انجازاته الكثيره جدا. ربما لم نره على قنوات التلفازه، فسمحت عنايه الله النهارده ان يراه كل الشعب القبطي داخل مصر وخارج مصر ليتعرف على شخصيه نيافه الانبا تودروس. لما نتكلم عن نيافه الانبا تودروس هنشوف حاجه لطيفه قوي. نيافه الانبا تودروس رشحوا سته من الاباء الازهر، والسته الاباء دول منهم من هم داخل مصر ومن هم خدمتهم خارج مصر. رشحوا نيافه الانبا ديميان الاسقف العام بالمانيا، ورشحوا نيافه الانبا سوريال اسقف ملبورن في استراليا، وده يوريك مكانته في قلوب الاباء داخل مصر وخارج مصر. رشحوا نيافه الانبا مكاريوس المنتمي لدير البراموس رغم ان سيدنا مش من دير البراموس. رشحوا نيافه الانبا بخوم اسقف سوهاج، ورشحوا ايضا نيافه الانبا دراوس ابن البحيره. انما اهم ما في الامر واللي يوضح هذا الحب وهذا الانقار لذات، انا من مرشحي نيافه الانبا تودروس نيافه الانبا رافائيل. لم يسعى احدهم لهذا المنصب، بل رشحوا لهذا المنصب. والدليل ان نيافه الانبا رافائيل بيرشح نيافه الانبا تودروس لكي ما يكون بطريركا يرى فيه الاهليه لذلك. مشاهدي العزيز، بتوع القنوات كتير واقفين بره، والصحفيين والاعلاميين كتير بره وعاوزين يتقابلوا معاهم. قالوا متفضلوا يا ابائي، وقفوا معاهم يقول لك واحنا هنعمل ده انتخابيه؟ احنا عايزين ربنا اللي يختار، احنا لم نسعى الى هذا الكرسي على الاطلاق. نيافه الانبا تودروس يحمل حيويه الشباب رغم سن الشيوخ. ايه رايكم انا اكبر من سيدنا بكام سنه؟ 15 ولا 20؟ 15 مش كده؟ سنة واحدة، حد يصدق؟ شباب، انما هنكتشف دلوقتي بعد شوية ازاي سيدنا في حكمة الشيوخ مع حيوية الشباب في الحركة والشغل. سيدنا اترهب في دير الانبا بشوي سنة 97 زي ما قلت لكم، وبعدها بسنتين كمل الدراسة في الإدارة والتربية الكنسية، بعدها بسنتين سنة 79. طبعا زي ما سبق واتفقنا خدمته كلها في دمنهور. سيدنا على فكرة صاحب فكر، صاحب لمسة فنان، واللي عاوز يشوف لمسة الفنان يشوف أي كتيب أو كتاب أو نبذة خرجت من تحت إيد سيدنا، يرى عبقرية الفنان في إخراج هذه النبذات وهذه الكتيبات وتلك الكتب. سيدنا له من المؤلفات 12 كتاب. طبعا كنت سيدنا درس في انجلترا، سيدنا درس في سنغافوره، يبقى بالتاكيد فلوينت في الانجليش، يعني معناها انجليزي بتاعه انجليزي عالي جدا. سيدنا بكرر تاني ترحبنا بيك، بس انا قلت الكلام ده كله في عناوين. عايزين نيافتك تقدم لنا كده، يعني النهارده المرشح للبابا ده يعني عبر طفولته وشبابه زي اي حد، ولا ممكن كده في نعمة خاصة بتقود مسيرة هذا الإنسان اللي بتقوده في النهاية يروح يترهبن؟ عايزين مرحلة ما قبل الرهبنة سيدنا يسوع. أولا أشكرك سيدنا على التقديم ده وعلى كلمات المحبة دهيت. أنا اتولدت في المنصورة، أسرتي أصلا من المنصورة، وعشت في المنصورة لغاية 5 سنين، وبعد كده بحسب عمل والدي كمهندس مساحة اتنقل سوهاج، فدخلت المدارس في سوهاج. كان دي جديد عليا بقى، في سوهاج في النص. في سوهاج
كانت الدخول المدارس هناك في سوهاج كان في حبرية المتنيح نيافة الأنبا أنطونيوس اللي كان قائم مقام، وابتديت في سوهاج أولى وتانية وتالتة ابتدائي، والحقيقة عشت أيام حلوة. وفاكر كان في كاهن تنيح ضروري دلوقتي كان ياخدني أنا وأختي نروح مدارس الأحد وإحنا صغيرين كده، كان عنده عربية فولكس سودا صغيرة، فارتبطنا في الكنيسة من صغرنا. بعد 3 سنين برضه ده دور الكاهن الحلو اللي ياخد ناس جايين غرب في المنطقة وعايشين ياخدوا لو كان يفتقد الأسرة باستمرار. بعد كده أسرتي اتنقلت لدمنهور، ودمنهور تعتبر بلد يعني مش ملناش فيها حد قرايب أو حد في دمنهور. ابتديت في المدرسة، مدرسة الأقباط في مدينة دمنهور، وكانت النظرة اللي في المدرسة شقيقة البابا كيرلس أبلة شفيقة، فاهتمت بتربيتنا جدا في المدرسة، كانت مدرسة وما زالت يعني مدرسة لها عمل منتظم حلو. وسنة 67 بعد ما اتنقلنا دمنهور والدي توفى، كنت توفى وانا رايح يوم الامتحان الاعدادية في الصباح، وفضلنا في دمنهور. وصار لي اختين، اخت اتولدت في المنصورة واخت اتولدت في دمنهور، وعشنا في دمنهور. دخلت الجامعة بعد كده بس كل في اسكندرية، في صيدلة اسكندرية، بس كل المراحل دي في ارتباط قوي جدا بالكنيسة الأساس في السن الصغير. عايز أقول نيافتك أن والدتي من منطقة دير الست جميان، أنا أعرفهم كويس. فإحنا يعني أخوال سيدنا لهم مكانة كبيرة جدا في قلبي، ولهم دور مميز جدا في منطقة البراري على مدى عقود الحقيقة. وكنا نقضي فترة الصيف دايما في دير الست جميان، فمن صغري أسمع إحنا رايحين الدير جايين من الدير مش الكنيسة. وعصرت نيافة المتنيح الأنبا تيميساوس، تيميساوس كان يتميز بدقن طويلة كده بيضة، فعلا كان ياخدني في حضنه كده وأنا صغير ويقول لي أنا عمت والدتك وجوزتها. وبعدها نيافة المتنيح الأنبا بندراوس، وأنبا بندراوس أصلا أسرته من دمنهور وأشقائه هم اللي ربونا يعني في دمنهور. بلغهم سلام، أنا يعني الأسرة دي لها مكانة كبيرة. أبونا أنطونيوس وكيل المطرانية وأبونا رويس في كنيسة الملك كفر الدار، هم اللي ربونا يعني الحقيقة واهتموا بينا. فضلنا كده أسمع الدير، يعني من صغري اسمع كلمه الدير من خلال البراري من خلال البراري يعني. بنقضي فيها شهور الصيف كلها رايحين الدير جايين من الدير، حتى كنا نلعب هناك في الارض الحمراء اللي هي بتاعت الدير دي، وكنا لما نقع ونتجرح يقولوا ما تخافوش خدوا من التراب وحطوا على الجرح. يعني الارض الحمراء دي الارض اللي فيها قيل انها فيها الاثار بتاع الدير القديم بتاع قديسه دمياط بالظبط. فكانت كل الحياه كلها مرتبطه بالكنيسه. والحاجة اللطيفة ان كانت أسرة والدي دايما يسألونا على الكنيسة، على نيافة أنبا بخوميوس، على حضورنا وارتباطنا، لان ليا اعمام اباء كهنة، اول كاهن تنيح في امريكا ابونا أنطونيوس باقي اباء مميزين جدا ابنه في امريكا حاليا وابنه ابونا أنطونيوس وابونا يوحنا باقي في كنيسة ماري مرقس مصر الجديدة وابونا يوحنا زكريا في الشارقه وهكذا يعني. فكان العالم بتاعنا هو عالم الكنيسه وعالم الدير. بدات خدمه امتى سيد؟ بدات خدمه سنه 69 وانا في ثانيه ثانوي. سن مبكر. ثانيه ثانوي. وتلمزونا وعلمونا، ويعني انا اذكر بالخير كل اللي ساهم في التكوين الروحي للانسان كده. طبعا اسماء كتيره خالص اعتقد منهم ابونا مخيل كان ابونا مخيل طبعا كاهن الكنيسه ابونا مخيل كاهن الكنيسه واب اعترافي لغايه ما دخلت الدير. وفي كنيسه عظيمه، كنيسه الملاك بدمنهور، كنيسه اثريه وقديمه، وخرجت في اعداد الاباء الكهنه يمكن 30 اب كاهن. لغايه ما سمحت العنايه برسامه نيافه الانبا بخوميوس سنه 71. اعتقد سيدنا دي كانت نقله، كانت نقلة برضو ربنا اللي رتب فيها ظروف لطيفة قوي. سيدنا أنبا بخوميوس لما اترسم في دمنهور ما كانش فيه مقر مطرانية،
فجه قعد في كنيسة الملاك. انا فاكر دي. فكنيسة الملاك احنا شبان فيها. سيدنا أنبوباخوميوس مع رسامته كنت انا في اول سنة في الجامعة. فاتعرف علينا كشباب في الكنيسة. وصار بقى الارتباط بالخدمة بكل تفاصيلها. خادم لغاية ما بقيت امين خدمة في الكنيسة. وقضيت فترة طويلة في امانة الخدمة لغاية ما رحت الدير سنة 86. على فكرة اسمح لي انا عايز اقول للمشاهد العزيز نيافة أنبوباخوميوس حتى هذه اللحظة رغم سنوات الخدمة ورغم السن هو من افضل حتى هذه اللحظة اساتذة مدارس الاحد. ويقدر يتعامل مع اصغر سن ويقدر يتعامل مع القرية ومع المدينة. يعني شخصية فريدة من نوعها الحقيقة نيافة أنبوباخوميوس. اعتقد دي هتكون اضافت لنيافتك فيها طبعا كتير. طبعا طبعا كتير خالص. وبالمناسبة نيافة أنبوباخوميوس ابتدى الخدمة عمره 13 سنة. دايما يحكي لنا كده قداس البابا يحكي لنا قداس البابا مرات كتيرة حكى كده. يعني فضلت الخدمة كده. في أثناء الفترة قبل ما أروح الدير درست في الإكليريكية في اسكندرية. وكانت في السنوات الصعبة بتاعت سنة 81 و82 و83 و يعني سيدنا بالسنوات الصعبة اللي هي سنوات التحفظ اللي كان قداس البابا في الدير هنا وفي العديد من الآباء في يعني. وكان في توتر في البلد. ودرست حاجة في الصيدلة متخصصة بنسميها الهندسة الصيدلية. وبرانش فيها الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بتاع انتاج الدواء. فده كله يعني طبعا سيدنا درس دي عشان تبقوا عارفين هو كان بيشتغل مدير شركه ادويه في مصنع ادويه فالدراسه بتاعت صيدله علمت الواحد التدقيق. نفتك تعرف ده دواء يعني بالجرام والملي جرام. فعلمت الواحد التدقيق بجوار الخدمه اللي اتعلمته فيها. الحقيقه يعني انا سعيد جدا ان التربية اللي خدناها في الكنيسة بجوار الاسرة هي سبب كل شيء. بدءا من نيافة أنبوباخوميوس في المطرانية في دمنهور. يعني مع الوعي بقى مع الانسان يخش الجامعة وابتدي يعني يفهم الحياة شوي. مع قدام الكنيسة اباء الكنيسة الاسرة يعني الجو ده كله ساعد الواحد انه يعيش في محبة الكنيسة ويعرفها ويخدم فيها. نيافتك قعدت في الدير قد ايه؟ أكيد أنبوباخوميوس كان عينه عليك فما سابكش كتير يعني. أنا دخلت الدير في أغسطس 86 وترهبنت في يوليو 88 ونزلت للخدمة ككاهن للشباب في فبراير 90 وقعدت لغاية 97 في خدمة الشباب والخدام في كل إبرشية البحيرة وامتدادا لغايه منطقه اسمها كينج ماريوت عندنا كمنطقه ناشئه يعني. ما بقتش ناشئه دلوقتي سيد. يعني وجود نيافتك هناك ما خلاش ناشئه الحقيقه. يعني نشكر المسيح يعني. ربنا بيشتغل كتير. سيدنا نيافتك خدمت في الشباب. والشباب تاثروا كثيرا بجو الثوره الاخير. وانا اعتقد ان 25 يناير بالنسبة لمعاملتنا للشباب تعتبر تيرنينج بوينت في اسلوب التعامل مع الشباب. بالضبط. تفتكر ايه اللي محتاجه الشباب مننا ما بعد 25 يناير؟ اهم حاجة الحوار مع الشباب والاستماع ليهم ومناقشة ناضجة في القضايا اللي بيسوروها. ما عادش ينفع ان انا هو يقول كلمه اقول له لا هي كده. الامر ما عادش ينفع. استماع قبل ما الاستماع والحوار. ثم مسؤوليه الخادم انه يبتكر وسائل جديده للاقناع. يعني وهو بيتحاور ويا الشباب ما هيش مجرد مسلمات اجتماعيه وفقط. هي بتحتاج نوع من الابتكار في ايجاد وسائل متجدده. انا عندي مشكله سيدنا. في طبيعتي في تكوين. ايوه سيدي. عمري ما اسمع حاجه مش عارفها ما اسالش فيها. ايوه. وعمري ما اسمع عنوان من غير ما ادخل في تفاصيله. فانت وقعت قدامي دلوقتي في الحكايه دي. فلما تقول لي نبتكر اساليب فلازم هقول لك زي ايه؟
يعني مثلا اذكر لنيافتك سؤال صغير. دلوقتي في سن الشباب مثلا علاقات الحب والعاطفه اللي بين الاولاد، طب ازاي نقدر نقنعهم ان التوقيت مش مناسب؟ احنا بنقول التوقيت مش مناسب لكن هو مش. فمثلا لو انا مسكت سن سنه وكده وقلت له اتخيل انك راكب الترام او المترو، الترام على صح باعتبار اسكندريه يعني، ولقيت اللي جنبك فتح شنطته وطلع 20 جنيه وقطعها ورماها من الشباك، بعد شويه طلع 50 جنيه وقطعها ورماها من الشباك، وبعد كده 100 جنيه، انت انطباعك ايه على الشخص ده؟ انا بطرح قضيه وبسيب بقى الشباب يقولوا. واحد هيقول ده فلوس مزوره، واحد هيقول دي فلوس مسروقه، واحد هيقول دي واحد مش فاهم قيمه الفلوس، هيقولوا اقتراحات كتير. انا عايز انقل من دي للعاطفه بقى، بتخليه في اعمال للفكر عشان ينشغل أيوة بالموضوع وتنقله. أيوة أيوة فده معناها ان انا لما اضيع وطفي في السن ده العاطفه اللي هي المخزون الكنز اللي بيديه الله للانسان في شبابه، اضيعه لما اكبر شويه مش هلاقي العاطفه. اسلوب يعني اقناعي وبسيط، بسيط حاجه بسيطه مع وسيله ايضاح عمليه هو هيستنكرها، مش هيعجبه العمال يقطع ويرمي ده. نفس الفكر سيدنا، انا بحاول استخدم الاساليب البسيطه جدا اللي هي اليوميه. مثلا لما يبقى في طفل عمره 3 4 سنين وبيلعب وامه قاعده بتراقبه. على فكره سيدنا موهوب جدا في برامج الاطفال والشغل مع الاطفال ومدارس الاحد. فالطفل اللي بيلعب ده من كتر اللعب والحركه والاكتيفيتي اللي بيعملها انا عايز بس المشاهد العزيز هو بيسمع سيدنا يركز على ملامحه، بيتكلم بملامحه اكتر من صوته كمان، فده يؤثر اكتر في المتلقي. الطفل اللي بيتشقى ده قدراتك بقى سيدي عشان ما تتحفظش يعني. فالطفل اللي بيتشقى ده قميصه بيطلع من بنطلونه وشعره بيتنكش، فامه تقول له تعالى لما اعدلك. فيجي الطفل ويرفع ايده كده قدام امه عشان تشد القميص ترفع البنطلون وتعدل له شعره. الموقف ده يشابه موقف الصلاة. أنا برفع إيدي قدام ربنا بقول له يا رب زبطني اعدلني. تشبيه في نوع من التسليم. التشبيهات البسيطة اللي من الحياة، وطبعا في أمثلة كتيرة خالص بتساعد إن الحقيقة الإيمانية توصل على مستوى أولادنا النهاردة. إذن لابد استخدام أمثلة وتطبيقها على الهدف اللي احنا عايزين نستخدمه. الحوار بالنضوج وطبعا بساعة صدر. طبعا. يعني ثم استخدام الأمثلة. وتقبل منه عبارات ربما في نظر غير لائقة، ما ينفعش كده سيدنا كده. عبارات يعني جديدة كده واللغة الشبابية. أنت مش فاهم يا سيدنا الموضوع. في حاجات أصعب. في حاجات أصعب كده. سيدنا الكنيسة في عهد البابا شنودة الحقيقة انتشرت جدا. امتدت. وبقت في كل قارات العالم موجودة. وفي الداخل تنوعت الخدمات والأنشطة بشكل كبير جدا، وتعددت مهام البابا في علاقات متعددة مع الكنائس الأخرى داخل مصر وخارجها، مع الطوائف، مع إخواتنا المسلمين، مع فلسطين، مع بقت متشعبة. أنا عايز تحط لنا فكر، ماذا تحتاج الكنيسة التي تشعبت في المرحلة القادمة؟ تعمل ايه؟ والمناخ مختلف عن المناخ اللي بدأوا درس البابا شنودة على نفسه. النهاردة الواقع بقى مختلف إلى حد كبير. أولا إحنا كمصريين عايشين ويا إخواتنا المسلمين، دي أولوية هامة جدا في إن إحنا العيش المشترك، الحياة المشتركة. وإزاي دي مسؤولية، إزاي نحافظ عليها؟ وأنا كنت أحب جدا لما يتقال على سيدنا البابا يتقال إنه صمام أمان. التعبير ده حد النهاردة لما بيقابلونا بعض زي من إخواتنا الإخوان ولا السفير اللي بيقابلونا في تأثير الدستور، إحنا عايزين بابا شنودة تاني. كان صمام أمان يقولوا التعبير ده كتير. صمام أمان. الحقيقة سيدنا أنا بحس إن قطاع كبير جدا من المصريين
بصفة عامة يجهل التاريخ. Yeah. التاريخ هو الحياة. اسمح لي أذكر لنيافتك مثال. فضل. مصر اللي علمت العالم فن الأعمدة. 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 ونيافتك صيدلي ولا مهندس الأول عشان أبقى فاهم يعني. يعني تمشي. في العصر الفرعوني علمت العالم المسلة. والمسلة دي كان يتعمل على رأس المسلة هرم، والهرم ده يدهن بلون أصفر ذهب، يوم الشمس لما تظهر فيه يلمع، فدي سموها عين الإله. فعين الإله لما يعملوا المسلة والفلاحين اللي بيشتغلوا في الأرض عين الإله شايفاهم، يفضلوا يشتغلوا لغاية ما اللمعان ده يروح، يبقى خلاص خلص يوم العمل. لما ده ابتدت المسيحية في مصر بدأت منارات الكنائس، المنارة المسلة تحولت للمنارة. ولما ابتدى العصر الإسلامي ابتدت المئذنة. كل ده نشأ من أرض مصر، كل امتداد من مكان لدى مصر الأول. لا شوف نيافتك التنوع الجميل الموجود، مسلة فرعونية، منارة مسيحية، مئذنة إسلامية. ده التنوع أو الغنى اللي بتقدمه مصر للعالم كله. دي السمة المصرية. فدي هل يعرفها شبابنا؟ يعرفها قطاعات كبيرة؟ لنا جذور مشتركة كتيرة جدا جدا. فأنا تهيألي أن وسائل الإعلام لازم تركز على كده. وبرضو سيدنا أنا أعتقد أن احنا لازم يبقى لنا الدور ده مع أولادنا في الكنيسة. طبعا طبعا. لأن في مراحل من المراحل الزمان أحجم أولادنا عن التعامل مع الآخر خارج الكنيسة. وبقى عندنا كل أنشطتنا بتنوعها اللي بنقدمها لأولادنا اللي تغنيهم عن الاندماج في المجتمع. أيوة. لحد ما جت ثورة 25 اتغير الميدان، جمع الكل تاني بالزبط وتوحدوا معا في هدف مقدس هو تغيير مصر إيجابيا. بالزبط. فأعتقد أن احنا لازم ندعم ده بشكل أو بآخر. طبعا الاندماج في المجتمع صفة مسيحية كتابية أصيلة. الاندماج حتى سورة الملح زي ما كنت بتكلم الصبح، الملح أو النور ده لازم لازم الاندماجية ده. والاندماج المعتدل الحلو بس المفيد والبناء زي الملح طبعا ما هينتشر في العجين كله. بس لازم الكل يشارك في كده. يعني احنا كمصريين كلنا لازم نشارك، والمشاركة تبدأ بمكانين، فصول الدراسة المدرسة، فصول الدراسة المدرسة، والمكان الثاني وسائل الإعلام الميديا ان جنرال يعني. المكانين دول لازم يكون في وعي عند كل حد بيشتغل فيهم، عند المدرس ازاي الروتس الجذور بتاعتنا اللي موجودة اللي ممتدة واضحة فين. انا عطيت مثل صغير في الأعمدة ده علشان يبين طبيعة، وفي أمثلة كتير خالص. سيدنا الكنيسة انتشرت خارج مصر. والنهاردة بقى في كل بقعة من بقاع الأرض لنا تجمعات ولنا كنيسة. واللي عمله الأنبا شنودة ده عمل يا الحقيقة إنجاز يسجله التاريخ. طبعا طبعا. النهاردة لما بنروح أقاصي المسكونة ونسمع اللحن القبطي ونشوف أولادنا الأقباط المتمسكين بالكنيسة، شيء عظيم. إنما أنا بيقلقني شوية الجيل الثاني والثالث. فما تصور نيافتك لربط الجيل الثاني والثالث بالكنيسة هناك في الخارج الأول، وبالأكثر ربطهم بالكنيسة الأم في مصر؟ هوضح سؤالي. لو عايزين نربطهم بكنيستهم بس، أحياناً أتخيل إن احنا لازم يبقى الكهنة والأساقفة من الجيل الثاني اللي نشأ هناك عشان اللغة والكالتشر و و و الاخره يعرف يخدم الناس هناك. ولما بتخيل انه عشان لازم يبقى مرتبطين بمصر، او لا ما هو لازم برضو حد من مصر اللي نشأ في مصر وشرب من مصر روحيات مصر وأديرة مصر هو اللي يروح يخدمهم. طب رايح ومعهوش لغة ومعهوش ثقافة، واللي هناك معاه اللغة والثقافة ربما ينقصه الجذور الممتدة في أعماق الثقافة القبطية الرهبانية النسكية
يعني من أرض مصر. أرض مصر. نفعل هذه ولا نترك تلك. بمعنى أن وجود اللي شرب من أرض مصر وجذوره، وزي ما نيافتك أشرت في كل التاريخ والتراث اللي عندنا في الكنيسة ومسيحية مصر، مسيحية مصر متميزة في العالم كله. أنا الأسبوع اللي فات كنت في النمسا، فسيدنا نيافت الأنبا جبريل أسقف النمسا. نيافتك بتحب تروح النمسا كتير ولا عشان قريبة بس؟ أنا بيكتشف الذكاء سيدنا في الردود الذكية يعني. ما قريبة فعلا 3 ساعات ونص يعني. بيقول لي إن كاردينال النمسا بيقول له اللقباط نور النمسا. شوف نيافتك التعبير. الاكسبريشن جميل، نور النمسا، لأن وجود الأقباط بحيوية الكنيسة بوجود الأولاد والشبان والكبار وارتباطهم بالكنيسة مش متوفر في كنايس ده أخرى. صحيح. هل شوف سيدنا، أنا بتخيل لما بروح كتير، أنت نيافتك عشان أعرف عشان أحوالي الشخصية بس أفهم كل طبعا. بيحصل جاب كبيرة بين الكاهن اللي بدون سابق إعداد ببعته من مصر وكاهن روحي بس بلا لغة بلا ثقافة غربية وبيروح يخدم، فعلى طول بلاقي اللي بيتعامل معاه اللي هم خرجوا من مصر جيل الأول، إنما الشباب بيبقى مش عارف يتعامل. ألا ترى نيافتك إن احنا في المرحلة الجاية محتاجين معهد لإعداد خدام المهجر، مراكز، سواء إن هم يجوا من المهجر يجهزوا هنا عشان يشربوا من مصر، أو هو من مصر يجهز عشان يبقى فيه هذا الاندماج والتزاوج بين الثقافتين؟ يتجهز من مصر، دي حاجة مهمة جدا. يتجهز من مصر، ومن المفترض انها توجد مراكز معاهد زي ما نيافتك اشرت، وحاجة لها سيستم ولها منهج ولها نظام كده، وبس مش اللغة يا سيد، مش اللغة، يعني لازم يطلع على الثقافة بصفة عامة. كلام الثقافة مختلف. العالم حتى مثلا اللي هيخدم في استراليا غير اللي هيخدم في امريكا. ثقافات متعددة. اللي هيخدم في اوروبا. لو اللغة مختلفة. فالامر ده امر مهم جدا، ولازم يبقى فيه كوادر بتعد جيدا، سواء في الاباء الرهبان. الاباء الرهبان لما يصيروا في المستقبل اسقفة ايضا. يعني مفترض ان الاسقف اللي هيخدم بره ده يكون في مكان ما عنده هيستوري وعنده باك جراوند كامل عن المكان اللي هيقعد فيه، مفترض كده، بجوار اللغه، بجوار امور كتيره خالص دي. وهنا الاباء الكهنه، الشمامسه اللي يخدموا، السيسترز، التسونات، يعني اي قطاع هيخدم لازم يعد جيدا. بالمناسبة سيدنا، أنا أعتبر أن فصول إعداد الخدام هي نمبر 1 في الكنيسة قبل أي اجتماع طبعا، وعلى مستوى الكنيسة المحلية لوكال، وعلى مستوى الكنيسة الكبيرة. هل في ذهن يفتك تبقى موحدة على مستوى الكنيسة الكبيرة؟ يمكن التوحيد يبقى يواجه صعوبة شوية، لكن لازم فصل إعداد الخدام يعني فصل إعداد الخدام ده هو ياخد الأولوية في اي اجتماعات، سواء على مستوى كنيسة، على مستوى إبرشية، على مستوى كرازة. لان الحقيقة كنا من شوية مع ابونا الحبيب ابونا رفائيل افامينو، وكان بيتكلم على خدام زمان، ما اتكلمش عن كهنة زمان. أيوة. اتكلم عن خدام زمان. والتلمذة. النهاردة بنتكلم عن كهنة النهاردة. ايوة. ما بنتكلمش عن خدام النهاردة. فهو الاعداد ده يعني انا اعتبر في يعني وجهة نظري المحدودة ان ده ياخد أولوية بالغة من الأب الكاهن في الكنيسة، من الأب الأسقف في برشيته بصفة عامة، كنايس جوا مصر، كنايس برا مصر، ده نمرة واحد. ولازم يخدم هذا الفصل ويتوفر له إمكانيات كافية، لأن هذه البزة. بمعنى؟ يعني أحيانا نأثر في الصرف على الفصل ده، أحيانا ما نبقاش منظمين فيه، أحيان جدوله ما يبقاش واضح، أحيان المناهج اللي بتقدم حسب رؤية أي شخص ما فيش حاجة واضحة. أنا لو زرعت في اللي هيبتدوا صورة واضحة منظمة ممنهجة،
الكنيسه بتصرف عليها. احنا في عالم دلوقتي بتصرف على مستقبل الكنيسه. اه المستقبل بالظبط كده. ده يعني احسن استثمار هو الاستثمار ده. استثمار في البشر. يا ده صحيح. اه سيدنا باركتنا. ربنا يخليك يا سيدي. ربنا افدتنا. تعيش يا سيدي. خططت لنا لبكره. العفو العفو العفو. بركه كبيره ان نيافتك في وسطينا. ربنا يخليك سيدي. ونيافتك بتشاركنا في الصلاه. بالمناسبه دي انا عايز اكد على اخواتنا المشاهدين ان نيافه الانبا تودروس متولي ترتيبات بتاع القداسات المشتركه اللي هيصلي فيها الاباء. الاباء هيتحركوا في عده كنايس، هم الخمسه هيصلوا مع بعض وسيتبادلوا العظات. يعني بغض النظر بقى سيدنا او ابونا، ما فيش سيدنا وابونا هنا، في حب، في وحدانيه قلب. لان كتير من الناس متخيلين ان في تنافس وفي انتخابات، في وحدانيه، في حب، في جسد واحد. ربنا يعين له راس من بين هؤلاء الاعضاء. نصلي ان المرحله الجايه ان شاء الله ربنا يختار من خلال ولادنا الثلاثه اللي بعدها، ربنا من خلال القرعه يختار واحد.